بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير، وذلك مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أهل الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الأئمة المجددين الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد، وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد، لأن كل علم نافع وكل معلم صفت نيته وطابت سريرته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء. فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته، فإن الله ناصر دينه ومظهر الحق على الباطل ولو كره ذلك من كره. هذه سنة الله عز وجل أنه يمتحن العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوتهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه كلما ظهر داعية إلى الحق يقف في وجهه دعاة من الضلال
ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى، وأما دعاة الضلال فينقطع أثرهم ويخفى خبرهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115 للهجرة، ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء الموجودين في وقته وهم كثيرون، فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة، ثم إنه لم يكتفي بذلك بل رحل إلى بلاد الحجاز، وصل إلى مكة والتقى بالعلماء، ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم، ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها مما وجده من الثروة المكتبية عندهم، ثم إنه ذهب إلى العراق، ذهب إلى العراق والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك، في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياة السندي المدني، فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى، والتقى بما ظفر من العلماء هنا وهناك، ولم يقنع بأن يبقى في بلد واحد، بل إنه تنقل في طلب العلم ما بين هذه البلاد، ثم إنه هم بالسفر إلى الشام وفيها العلماء وفيها الحنابلة، هم بالسفر إلى الشام ولكنه لم يتيسر له بصعوبة السفر والخطر، وكاد أن يموت في الطريق، ثم رجع إلى بلاده، رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقها وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة، وهكذا من يريد الدعوة إلى الله إنه لا بد أن يتعلم أولا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه أمور لا يتقنها إلا العالم، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يتقنها إلا العالم المتضلع بالعلم. فهو رحمه الله أدرك هذا، فتضلع بالعلم أولا وأخذ من مختلف المصادر وعن من يجد من العلماء، ولم يقتنع بالقليل، بل لم يكتفي بحفظ العلم في صدره، بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه، جمع من الكتب الذخيرة الطيبة والزاد الباقي معه. هكذا يكون العالم والذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتسلح بالعلم ويستعد أولا. ثم إنه رجع ووجد والده قد انتقل من بلده العيينة إلى حريملة قاضيا فيها، فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك، وجعل دروسا يلقيها، لأنه في أثناء تجواله ورحلاته في مختلف هذه البلاد رأى ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة، وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فلم يسعه السكوت كما وسع غيره من العلماء الموجودين في وقته. هناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون، ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب، بل سكتوا على ما عليه الناس، بل منهم من كان يؤيد ما عليه الناس، ولكنه رحمه الله لم يرضى بهذا الواقع، ولم يرضى في أن يسكت ويترك الأمة ويتتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة لغير الله، فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس وبالتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس. فلما رأى الفسقة الذين في بلد حريملة هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم، أرادوا أن يقتلوه ودبروا له لاغتياله، ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده، فدعا أميرها إلى أن يناصره ويعينه على هذا الأمر، فاستجاب له وأعانه وصار له ظهيرا. ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود، بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباعه من المرتدين. استشهد رضي الله عنه في هذا المكان ودفن، فأقام عليه المشركون عادتهم، أقاموا عليه بنية وصاروا يطوفون بقبره ويدعونه من دون الله. فلما وجد الشيخ رحمه الله
من يساعده ويعينه وهو الأمير، قام وهدم هذا المشهد الشركي، هدم القبة بيده. ثم إنه شرع في إقامة الحدود على من يستحقها، جاءته امرأة قد زنت واعترفت عنده بالزنا وكررت الاعتراف، طلبت منه أن يقيم عليها الحد بالرجم، فرجمها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك أمير الأحساء، لما بلغ خبر الشيخ وما قام به بلغ أمير الأحساء، وكان أمير الأحساء له نفوذ على أمراء نجد، وكان يعطيهم الأعطيات ويعينهم بالمال. لما بلغه هذا الخبر قال لأمير العيينة: إما أن تطرد هذا المطوع، يسمونه المطوع، إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت ما أعطيك من المال. فالأمير لم يتحمل هذا الأمر، وعرض الأمر على الشيخ وما قاله أمير الأحساء. الشيخ رحمه الله وطنه وهدأ من روعه وأخبره أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن من قام بهذا الأمر فإن الله يعينه ويخلف عليه من المال أكثر مما فقد، ولكن الرجل لضعفه لم يصمد، بل إنه تفاعل مع تهديد أمير الأحساء، فأمر الشيخ بالخروج من العيينة نزولا على رغبة طاغية الأحساء. فخرج الشيخ منها في القيلولة وقت الحر ماشيا على قدميه، ليس معه إلا مروحة يدوية يروح بها في شدة الحر ويستظل على رأسه بها، ثم ذهب رحمه الله ماشيا إلى الدرعية ونزل على تلميذه الشيخ بن سويلم وهو من أكبر تلاميذه، فضاق هذا التلميذ ذرعا بالشيخ وخاف من البطش، ولكن امرأة من امرأة الأمير أمير الدرعية دخل الإيمان في قلبها والتوحيد في قلبها، وأحبت هذا الشيخ وهذا العالم، فعرضت أمره على زوجها محمد بن سعود ورغبته في مناصرته وأن يقوم معه، وأنه غنيمة ساقها الله إليه وخصه بها فليبادر إلى مساعدة هذا الإمام وهذا الداعية. فلما ألحت عليه قال يأتيني، قالت: لا، إذا طلبته قال الناس طلبه ليبطش به، ولكن اذهب أنت إليه. فذهب الأمير إلى بيت بن سويلم وفيه الشيخ، فوجد صاحب البيت خوفا لا على نفسه وإنما على الشيخ، فدخل وسلم على الشيخ وسأله عن أمره وماذا يريد، فشرح له الشيخ الأمر وقال: هذه دعوة التوحيد، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قام بها فإن الله عز وجل يعينه ويساعده ويقويه. فدخل هذا الكلام الطيب في نفس الأمير واقتنع وبايع الشيخ على أن يناصره، بايع الشيخ على النصرة والجهاد، فبايعه الشيخ
تمت البيعة بين الشيخ والأمير، ومن بداية ذلك بدأ ظهور الدعوة، انتشرت في بلاد الدرعية، ثم انتشرت في البلاد الأخرى، ثم عند ذلك اشتد حنق الحانقين على الشيخ، وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، ولكنه رحمه الله صمت وثبت، وصار يدرس الطلاب ويكتب الرسائل والكتب ويرسلها، ويكاتب الأمراء يدعوهم إلى الله، ويفتي المسائل التي تعرض عليه، ويؤم الناس في الصلاة في الفروض والخطبة والجمعة والأعياد، فصار مرجعا للمسلمين. ثم لما وجد الأعداء أن أمر الشيخ يظهر وينتشر، ظهر كيدهم ومكرهم، وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره المشركون. ثم إن الشيخ رحمه الله أمر بالجهاد، فجهزت الجيوش لغزو من صد عن دين الله وأبى أن يقبل الحق وأصر على الشرك وعلى الباطل، فقامت راية الجهاد في سبيل الله، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام تحكيم الشريعة بدلاً من العوائد القبلية والأعراف القبلية، قام حكم الشريعة الصافية في هذه البلاد، وامتد نور الدعوة إلى ما جاور الدرعية من البلاد، وقام الجهاد في سبيل الله، يجاهدون من صد عن سبيل الله وأبى أن يقبل الحق، وأما من آمن بالله وقبل الدعوة ولم يمانع في طريقها فإنه بقي على عزه وعلى مكانته، وزاده الله عزا ورفعة. وأما الذين صدوا عن سبيل الله فإن الله نصر أهل الحق عليهم. انتشرت الدعوة، وانتشر حكم آل سعود فيما حولهم من البلاد، بدل أن كان أميرا، ابن سعود بدل أن كان أميرا على قرية واحدة صار أميرا لجميع بلاد نجد، بل إنه امتد الحكم، حكم آل سعود وحكم الشريعة والتوحيد امتد إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى بلاد الشام، واستغرق أغلب جزيرة العرب في أدوار آل سعود، من أمراء آل سعود امتد سلطانهم على أغلب جزيرة العرب، وانتشر التوحيد وظهرت العقيدة، وانتفع الناس بالنور، وزالت عنهم العقائد الباطلة، وأراحهم الله من الطواغيت الذين يتصدرون عليهم ويأكلون أموالهم باسم العلم أو باسم الرئاسة، الذين يسيطرون على الناس بالخرافة ويأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالإثم والعدوان. زال هذا كله ولله الحمد من آثار هذه الدعوة المباركة. الشيخ لا يريد من ذلك إلا ثواب الله عز وجل، لا يريد أن يمدحه الناس، ولا يريد أن يترأس على الناس، ولا يريد أن يجمع الأموال، بل كان ينفق الأموال ويستدين، كان يستدين وينفق في سبيل الله، وينفق على طلبة العلم وعلى من جاء يطلب العلم وسكن عنده ينفق عليهم،
بما تيسر له، وإذا لم يستطع يستدين. ومات رحمه الله وهو فقير ما عنده أموال، لكنه عنده الأجر والثواب، ونشر العلم وامتدت الدعوة وظهر دين الله عز وجل، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه دعوة الشيخ باختصار، وهذه كتبه ومؤلفاته تنطق بما ذكرناه. هذه كتبه ورسائله ومؤلفاته قد دون فيها ما عنده من الحجج، وما عنده من البراهين، وما عنده من العلم الغزير، وما عنده من كشف الزيف وكشف الشبهات، دون هذا كما تقرؤون في كتاب التوحيد وتراجمه العظيمة المدعومة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم، تجدون هذا في كتابه كشف الشبهات، الشبهات التي اعترضت دعوته ونادى بها أهلها أجاب عنها وكشفها وأبطلها وزيفها في هذه الرسالة المختصرة، ورد على من اعترض عليه بردود، وبين بطلان شبهاتهم في رسائل كثيرة تجدونها في مؤلفات الشيخ بالدرر السنية وغيرها، تجدون هذا مدونا ومحفوظا ولله الحمد. وهكذا الحق يبقى، الحق يبقى كما قال الله جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقد بقيت كتبه وكتب تلاميذه وكتب أتباعه محفوظة ومعتنى بها ولله الحمد، وتلاشت شبهات المشبهين وكتبهم ضاعت ولم يبق لها أثر ولا عين، وما بقي منها فهو مغمور لا يقبل إلا من أهل الباطل، وأما الحق فهو واضح ولله الحمد. اعترضوا على الشيخ بشبهات، وهذا ليس بغريب، فإنهم اعترضوا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، اعترضوا على الرسل كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وليس إنهم يقولون قولا عاديا، بل قولا مزخرفا يغر الناس البسطاء الذين ليس عندهم تمكن من العلم، فينطلي عليهم هذا الزخرف، زخرف القول، مزخرف، مذهب، ملبس، ملمع، لكنه باطل. والباطل مهما لمع ومهما البس من اللباس الطيب فإنه باطل ما ينفع. زخرف القول غرورا، غرورا لأجل امتحان الناس وابتلاء الناس. هكذا وقع للشيخ رحمه الله، فله أسوة بمن قبله من المرسلين وبمن قبله من الأئمة والمصلحين. ماذا قالوا في الإمام أحمد؟ ماذا قالوا في الأئمة الأربعة؟ بل ماذا قالوا في الصحابة والتابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا في شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيره من الأئمة المصلحين؟ ماذا قالوا؟ فليس هذا خاصا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه سنة الله في خلقه أنه يبتلي عباده، يبتليهم بمثل هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال إلى جانب الذين يدعون إلى الحق. وإلا لو كان ما هناك إلا من يدعو إلى الحق ما حصل في الناس ما يحصل من الخلل، لكن هناك دعاة إلى الضلال
كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال في الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان وأعوانه يدعون الناس إلى النار، لا يقولون لهم تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الحق، عندنا الحق وعندنا العلم وعندنا البراهين، ويزورون على الناس. فالبسيط والجاهل يغتر بهذه الأمور ويظنها حقا وهي سراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تكثر الفتن، ويكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قيل: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا من تمام الفتنة، أنهم من بيننا ومن أولادنا ومن بلادنا، ولغتهم لغتنا، ويتكلمون بألسنتنا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال. وهذا شيء مشاهد وتسمعونها الآن، تسمعون الآن دعوة الضلال في وسائل الإعلام، في الفضائيات تجدون الدعوة إلى الضلال وترويج القبورية، ترويج الخرافات، وترويج الشرك بالله عز وجل باسم التوحيد. ما يقولون هذا شرك، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذا هو السنة، لأجل أن يلبسوا على الناس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. من شبهاتهم التي عارضوا بها دعوة الشيخ، قالوا إنه أتى بمذهب خامس. المذاهب، مذاهب أهل السنة أربعة كما تعلمون: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي. هم قالوا إن ابن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خارج عن المذاهب الأربعة، يسمونه المذهب الوهابي. والجواب عن هذا سهل، كل أنتم تعرفون إن الشيخ رحمه الله ما جاء بمذهب مستقل، وإنما هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه إذا ترجح عنده القول بالدليل أخذ به ولو لم يكن في مذهب الإمام أحمد، لأنه لا يتعصب للشخص وإنما يتعصب للحق. فهو حنبلي، ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مذهب أحمد فإنه يأخذ به، لأن الإمام أحمد رحمه الله يأمر بهذا، يأمر أن نتبع الدليل ولا نأخذ قوله ولا قول غيره. قال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. من هو سفيان؟ سفيان الثوري رحمه الله، الإمام الجليل. يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قول الإمام أحمد. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو على مذهب الإمام أحمد، إمام أهل السنة، ولكنه لا يتعصب لمذهب أحمد، بل متى وجد الدليل مع غيره أخذ بالقول الذي عليه الدليل. وهذا موجود في فتاواه وفي رسائله، موجود ومعروف مدون. هذا في الفقه. أما في العقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين
وأتباعهم والأئمة الأربعة، فهو لم ينفرد بمذهب، وإنما هو حنبلي سلفي، حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، لا يقول إلا بما قاله الأئمة من قبله، ولا يفتي إلا بما قام عليه الدليل واتضح عليه الدليل. وهذا منهج الأئمة رحمهم الله كلهم، ما جاء الإمام بمذهب مستقل. وأين هو المذهب المستقل كما زعموا؟ نعم، مذهب الإمام أبي حنيفة موجود ومدون، مذهب الإمام مالك موجود ومدون، مذهب الإمام الشافعي موجود ومدون، مذهب الإمام أحمد موجود ومدون. أين هو مذهب ابن عبد الوهاب؟ هل له مذهب مدون؟ أبدا، لأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، من حيث القواعد ومن حيث لكن من حيث الدليل هو يتبع الدليل مع من كان، سواء كان مع مالك ولا مع أبي حنيفة ولا مع الشافعي ولا مع غيرهم أيضا، حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن المبارك أو مع الأوزاعي أو مع غيرهم من الأئمة، هو يتبع الدليل. هذا شأن العالم المحقق. فإذا بطل قولهم إن ابن عبد الوهاب جاء بمذهب جديد، وأن هناك المذهب الوهابي. نقول كذبتم، ما فيه مذهب وهابي لا في الفروع ولا في العقيدة. إن كنتم صادقين أبرزوا لنا مذهب الإمام ابن عبد الوهاب، أبرزوه لنا إلى جانب المذاهب الأربعة حتى يكون مذهبا خامسا. فاتضح بذلك كذبهم والحمد لله. وهذه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح في أنه حنبلي، وأنه يتبع الدليل، وأنه على منهج السلف في الاعتقاد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء الصفات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد كتب رسالة في هذا مختصرة دون فيها عقيدته، رسالة كتبها إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، وهي موجودة في مجموع الرسائل في الدرر السنية، وموجودة في مؤلفات الشيخ المطبوعة على انفراد. هذه الرسالة موجودة، تتكون يمكن من صفحتين فقط، لكنها ملخص لعقيدة الشيخ رحمه الله وما يدعو إليه. ولما دخل آل سعود للحجاز في عهد الإمام سعود بن في عهد الإمام سعود بن محمد بن سعود، لما دخلوا الحجاز كتب الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ابن الشيخ، كتب ما عليه مذهبهم ودعوتهم في رسالة موجودة الآن في الدرر السنية، وضح فيها ما هم عليه من المعتقد، وما هم عليه في الفقه والفتوى، وما هم عليه من ناحية الأئمة والعلماء، وأنهم يوقرون العلماء ويحترمونهم ويأخذون بأقوالهم إذا وافقت الدليل، موجود في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد لما فتحوا بلاد الحجاز. والرسالة مطبوعة مستقلة ومطبوعة مع درر السنية، راجعوها حتى تعرفوا هذه الفرية، وأن الشيخ وتلاميذه أولاده وتلاميذه ومن جاء بعده ليس لهم مذهب مستقل، وإنما هو مذهب الأئمة في العقيدة وفي الفقه، ولم يأتي بمذهب مستقل. هذه شبهة. الشبهة الثانية، قالوا إن الشيخ يكفر المسلمين. نقول من هم المسلمون الذين كفرهم الشيخ؟ بينوا لنا. إن كنتم تريدون أن الشيخ كفر عباد القبور، هؤلاء كفرهم الله
وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم علماء المسلمين بالإجماع. فالذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله من الأموات ويستجير بالأضرحة والقبور أو يتعبد بالبدع والخرافات ويخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفرد الشيخ رحمه الله بتكفيره وتضليله، وإنما هذا كفره الله في القرآن، وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وكفره المسلمون العلماء بالإجماع، أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات وطاف بقبورهم وطلب منهم المدد، هذا مشرك عند الشيخ وعند غيره من الأئمة، فلم يكفره الشيخ رحمه الله. ما كفر مسلما يقول لا إله إلا الله بحق ويعبد الله ولا يشرك بالله، ما كفر مسلما ولله الحمد، فبطل قولهم إنه يكفر المسلمين. نقول لا، الشيخ يكفر المشركين، وكتبه موجودة وردوده معروفة وكلامه مدون أنه لم يكفر إلا من كفره الله في القرآن أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أو أجمع العلماء على تكفيره، وهم عباد القبور الذين يبنون المشاهد على القبور ويعبدونها من دون الله مضاهاة للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، مضاهاة للأوثان والأصنام التي كانت الجاهلية. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ونزه نفسه عنه وهم يقولون شفعاء. هكذا عباد القبور اليوم يقولون احنا نريد منهم الشفاء، يشفعون لنا عند الله، احنا نذبح لهم ونستغيث بهم ونحن نعلم انهم ما يملكون شيئا وانما نريدهم شفعاء فقط. هذا هو الذي قاله المشركون من قبل، هذا نفس الشيء. وقال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء، قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كذبهم وكفرهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا. شوفوا اعترفوا على أنفسهم أنهم يعبدونهم، هل الذي يعبد غير الله هل هو مسلم؟ ها؟ هم اعترفوا يقولون ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونه، ومن عبد غير الله فهو كافر. وهذا هو الذي قاله الشيخ وقاله غيره من أئمة الإسلام، فلم يكفر المسلمين ولله الحمد، وإنما كفر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستغيثون بالأموات. هذا هو الذي كفره الشيخ، وهذا لم ينفرد به رحمه الله، وإنما دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي دعا إليه الشيخ، عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معناها النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد، أليس هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذه دعوة الشيخ، نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد. هل هذا تكفير للمسلمين؟ هذا تكفير للكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل. وها هم الآن موجود الآن صنيعهم مع القبور والأضرحة، فكيف يغالطون وهم الآن على ما كانت عليه الجاهلية
في عهد أبي لهب وأبي جهل، هم على ما عليه الجاهلية يعبدون غير الله عز وجل ويدعون غير الله تماما مثل ما عليه الجاهلية، بل أشد مما عليه أهل الجاهلية. فسبحان الله، يقولون تكفروننا وهم على عبادة غير الله. هل الذي يدعو غير الله هل هو كافر ولا مسلم؟ كل يقول إنه كافر وإنه مشرك، هم يقولون لا، أن نبقى على ما نحن عليه، لا تقولون لنا شيء، واللي يقول شيء كفر المسلمين. هذا من فرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه، بل هذا دعوة الرسل ودعوة الأئمة من بعدهم، ما دعا إلى شيء خارج عن دعوة الرسل، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قالوا من شبهاتهم، قالوا إن الشيخ يقتل المسلمين، هذه فرع عن المسألة التي قبلها، إنه يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم. نقول حاشا وكلا، هذه المسألة دي فرع على التي قبلها، وهي أن المشرك إذا أبى أن يترك الشرك وصد عن سبيل الله أليس من حقه أن يقتل؟ هذا هو، يقتل. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يوفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله أمرنا بقتال المشركين إذا استطعنا وقوينا على ذلك، لإعلاء كلمة الله ولإزالة الشرك، لإزالة الشرك. الله جل وعلا أمر بقتال المشركين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما قاتل إلا المشركين الذين أمر الله بقتالهم، وأيضا ما قاتلهم ابتداء، هم الذين اعتدوا عليه وهم الذين قاموا في وجهه وصدوا عن دعوته ومنعوا الناس من قبول الدعوة. هل يتركهم الشيخ؟ يهلكون الناس ويهلكون العباد والبلاد وهو يقدر على قتالهم؟ هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. قاتلوا المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاتلوا المشركين، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الله جل وعلا أمر بقتال الكفار وقتال المشركين، لأنهم يعبدون غير الله عز وجل، والدين إنما هو لله عز وجل، فمن دان لغير الله وجب قتاله، إن لم يقبل الحق ويرجع يجب قتاله، وإلا لو ترك لم يظهر الإسلام. الإسلام ما يظهر إلا بالدعوة والجهاد، بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، هذا هو الذي بعث الله به رسله. فالشيخ رحمه الله ما اعتدى على أحد ولا قتل مسلما ولله الحمد، وإنما يقتل المشركين والمشركين الذين صدوا عن قبول الحق، وألفوا الكتب في الدعوة إلى عبادة القبور ودعوا الناس إلى البقاء على الشرك. هؤلاء هم الذين يجب قتالهم في كل زمان وفي كل مكان، وقاتلهم الرسل وقاتلهم الأئمة والخلفاء وقاتلهم ولاة أمور المسلمين في مختلف الأزمنة. لم ينفرد الشيخ بقتال هؤلاء
الذين أصروا على الشرك وبقوا على الكفر وأرادوا أن يحموا عقيدة المشركين وينشروها في البلاد. فأين المسلم الذي قتله الشيخ؟ هل الشيخ قتل من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ أبدا. هل جاهد الشيخ المسلمين الذين يعبدون الله ويوحدونه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتمسكون بالدين؟ حاشا وكلا، بل إنه كان يناصرهم ويؤيدهم ويعينهم على التمسك بالدين. أما من عاند وكفر وأشرك فهذا لم ينفرد الشيخ بقتاله. كل من يقدر من ولاة الأمور على قتال المشركين فإنه يجب عليه بأمر الله سبحانه وتعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم صروهم عدولهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أمر الله جل وعلا. هل هذا أمر الشيخ ولا أمر الله؟ هذا أمر الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يفتنون الناس ويصدونهم عن الدين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأن الله خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد غير الله فإنه يجب قتال، يجب دعوته أول شيء، فإن امتثل ورجع فالحمد لله، وإلا يجب قتاله. ما هو بسنة وإنما هو واجب. بل الجهاد في سبيل الله عده بعض العلماء ركنا من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. في سبيل الله، ما هو بالجهاد من أجل طمع الدنيا ولا الرئاسة ولا الاستيلاء على البلاد، لا، في سبيل الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الشيخ رحمه الله إنما تبع في ذلك الكتاب والسنة وما عليه إجماع المسلمين من قتال المشركين الذين أبوا أن يقبلوا الحق وأن ينقادوا للحق ويريدون أن ينشروا الشرك والكفر في البلاد. هذا هم الذين قاتلهم الشيخ رحمه الله. أما أنه يقتل مسلما كما يقول هؤلاء، والله ما قتل مسلما واحدا، فكيف يقتل المسلمين؟ وحاشا وكلا أن يقتل مسلما، وإنما القتال للمشركين والكفار الذين يريدون الإبقاء على المشاهد والإبقاء على الأضرحة والإبقاء على عبادة غير الله عز وجل. هذا هو الذي دعا إليه الشيخ وقاتل من أجله، لا من أجل ما يقولون إنه يريد الرئاسة ويريد الأموال ويريد الشهرة ويريد. الله جل وعلا قيض لهؤلاء من رد عليهم غير الشيخ، في ردود على هؤلاء من غير أهل نجد ومن غير أهل الجزيرة. رد عليهم أناس في مصر، رد عليهم أناس في السودان، رد عليهم أناس في الهند، في الباكستان، رد عليهم أناس كثيرون، والردود موجودة. رد عليهم أناس في العراق، رد عليهم أناس في الشام، كلهم ردوا على هؤلاء وكتبهم معروفة وموجودة. فالحق ولله الحمد واضح، والله يقيض لدينه من ينصره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو الذي دعا إليه الشيخ، وهذه هي الشبهات أو أعظم الشبهات التي أثيرت
حول دعوته، وقد رد عليها هو رحمه الله، ورد عليها تلاميذه، ورد عليها غيرهم من مختلف البلاد الإسلامية، والردود موجودة ومطبوعة ومنتشرة ولله الحمد. ما عليكم إلا أن تسألوا عنها وتقتنوها وتقرؤونها. وهذه سنة الله في خلق أن الله يقيض للحق أنصارا وأعوانا، مهما تضخم الباطل ومهما أرغى وأزبد، فإن الله يقيض لهذا الدين من ينصره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أنا أتحدى من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، أتحداه أن يأتي بهذا المذهب ويبينه لنا. أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يبين إن الشيخ قتل مسلما واحدا. أتحدى من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحداه أن يأتي إن الشيخ كفر وأحدا من المسلمين، وإنما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين، وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. غاية معه إن الشيخ قام بهذا الأمر وصبر واحتسب، وغيره من العلماء سكتوا وأخلدوا إلى الراحة. يمكن يقولون إن الشيخ في وقته علماء، ولماذا هو يختص بهذا الشيء؟ نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. في علماء، نعم في علماء، وعلماء فطاحل في بلاد نجد، لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر بل أخلدوا إلى الراحة. وعنايتهم بكتب الفقه ولم يعتنوا بالعقيدة ولا بأمر التوحيد، حرمهم الله من ذلك. والله جل وعلا من على الشيخ وأقامه. هؤلاء يمكن ما عندهم صبر، ما عندهم تحمل، ما عندهم أعصاب. ما أقول إنهم يحبون الباطل كلهم، لكن أقول إن أغلبهم يمكن ما عنده صبر ولا عنده تحمل، أو عنده يأس. بعضهم عنده يأس يقول ما هو نافع، ولا ما احنا بقاوين هؤلاء، ولا الشيخ رحمه الله أعطاه الله القوة في الإيمان والقوة في العلم والقوة في الحجة، وتحمل الأذى وصبر وقام بهذا الأمر. وفضله على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين لا ينكر، وله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله يقيض لهذه الأمة بمنه وكرمه في كل قرن من يقوم بهذا الدين ويدعو إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.